السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم عندنا مجموعة من الانتقالات للتحول من مقطع إلى مقطع آخر، سواء كان صورة أو كان فيديو. مثل ما طلب الإخوة أن يكون عندنا لازم بالبداية فيديو معينة وبعدين نستخدم الانتقالات، فهذا فيديو معينة ممكن تشوفوه على التايم لاين بهالشكل. بعد ما شفنا الانتقالات، رابط التحميل سيكون في التعليق المثبت على هذا الفيديو وأيضا على قناتي على تليجرام. رابط القناة سيكون في وصف الفيديو. تذهب إلى Effects وبعدها إلى Presets، كليك يمين تختار Import Presets وبعدها تختار البريسيت اللي عندك إياه، تختار Open وبعدها يثبت عندك داخل مجلد Presets. تفتح مجلد Presets راح تلاقي خيار اسمه Morphing Transitions Presets، تفتحه وراح تلاقي فيه مجموعة من الاختيارات، تقريبا 19 انتقال كبداية للفيديو وعندنا 10 انتقالات كنهاية للفيديو، فانت ممكن تستخدم الاي كبداية والبي كنهاية. خلينا نجي على التايم لاين وخلينا نضيف عندنا مثلا صورة معينة، مثلا هذه الصورة خلينا نسويها كسيكونس وبعدها نضيف الصورة الثانية. بعدها راح نضيف الادجستمنت لاير، فمن نيو ايتم ادجستمنت لاير تختار اوكي وبعد تسحب الادجستمنت لاير وتخليه على التايم لاين في التراك الجديد. بعد تحدد المده اللي انت تريدها، اذا تريد بالبدايه قليل بعدين بالنهايه كثير على حسب ما تريد انت، خلينا نقول بهالشكل. ونروح على الايفنكس وبعد نختار مثلا رقم 5 نسحبه ونخليه على التايم لاين. فلو جينا راح نشوف الانتقال راح يكون بهالصوره، بالبدايه قليل وبعدين يتاخر لما يروح هالشكل. خلينا نجرب واحد ثاني. طيب انت لو ردت يكون 5 من جهة اليمين و5 من جهة اليسار، يعني 5 فريمات من الصورة الاولى و5 فريمات من الصورة الثانية، فراح تعمل التالي: تضغط على السهم الاعلى والاسفل حتى تروح على بين المقطعين، فبالاسفل راح يطلع من بين المقطعين بهالشكل. تضغط على شيفت وعلى اتجاه اليسار من الكيبورد، صار عندنا 5 فريمات. فاسحب الادجستمنت لير بهالشكل 5 فريمات على جهة اليسار، فارجع المتصف من جديد شيفت واتجاه يمين صار عندي 5 فريمات على جهة اليمين، فاسحب الادجستمنت لاير بهالشكل فصار عندي 10 فريمات في المنتصف. انا ممكن استخدمهم، لاحظ معي بهالشكل، فاروح على مثلا رقم 8 واخليها بهالشكل، صار عندي 5 من جهة اليسار و5 من جهة اليمين. ان شاء الله الانتقالات تعجبكم. لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر اللايك ولا تنسوا الاشتراك فيها ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.